كثيرون يعتقدون أن الأسلحة الكيماوية وليدة العصر الحديث، لكن الحقيقة أن هذا السلاح ظهر في عصور ما قبل الميلاد عبر الاعتماد على التفاعلات الكيماوية الناتجة عن أوراق الشجر ومواد من الطبيعة. ومع بداية القرن العشرين اكتشفت الكيمياء العضوية التي قادت إلى اختراع الأسلحة الكيماوية. وتضر الأسلحة الكيماوية بالكائنات الحية، إذ أنها تستخدم لتدمير مجموعات بشرية، وهي تصنف حسب شدة تأثيرها أو حسب إمكانية السيطرة عليها والحد من سرعة انتشارها. وتتمتع الأسلحة الكيماوية برخص ثمنها وفاعليتها، ويتم إنتاجها بطرق سهلة، كما أن وسائل استخدامها تختلف بين المدفعية والقنابل والطائرات والصواريخ والرش من الجو والألغام. وتعد كل من غازات الخردل والسارين والأعصاب والأرسين وسيانيد الهيدروجين والتابون والكلور والفوسوجين من أشهر المواد الكيميائية السامة، بالإضافة إلى غاز فلوريد الكبريت والذي يعتبر الأشهر في القائمة، إذ يؤدي إلى أضرار في الأجهزة العصبية والتنفسية والعضلات والقلب. واستخدمت الأسلحة الكيماوية منذ فجر التاريخ كحروب اليونان والهند القديمة سنة 2000 قبل الميلاد، وحروب التتار ومعارك نابليون في أوروبا، وإبان احتلال فرنسا للجزائر. ومع بداية القرن العشرين إبان الحرب العالمية الأولى، لجأ المتحاربون لاستخدام الأسلحة الكيماوية، فمات بسببها 92,000 شخص وأصيب أكثر من 1,000,000 آخرين. كما استخدمت إسبانيا غاز الخردل في حرب الريف ضد المغرب بين عامي 1927 و1922، وبين عامي 1962 و1971 ألقت الولايات المتحدة 20,000,000 جالون من مادة النابالم على مدن فيتنام، ما أدى إلى وفيات كثيرة. كما استخدمت إسرائيل أسلحة محرمة في قطاع غزة ما بين عامي 2007 و2009، واستخدمت أسلحة كيماوية في سوريا في عام 2013. وفي مثل هذا اليوم يقف العالم أمام ذكرى ضحايا الحرب الكيماوية التي راح ضحيتها آلاف العزل، بينما لا تزال جراح آخرين تنزف لفقدان عائلاتهم وأصدقائهم بذلك السلاح الفتاك.